ومن غير كلام كتير خلونا نخش في الصميم وهو الدريم تيم. في البداية كده مش عايز اقول كليشيهات كورة، بس فعلا مباراة الاهلي والزمالك بتبقى خارج كل التوقعات، واديكوا شفتوا بنفسكوا في مباراة الدور الاول خلصت 5-3 والنقط اللعيبة ضربت في وشنا كلنا. انا عن نفسي هختار من الاهلي 3 لعيبة، اولهم في خط الدفاع علي معلول، اكتر مدافع جاب نقط لحد دلوقتي في اللعبة بواقع 95 نقطة، واكتر ثالث لاعب بشكل عام في الفانتازي في الموسم الحالي بعد احمد السيد زيزو واحمد رفعت. تاني لاعب رشحهولك من الاهلي في الجولة دي واحد من اتنين، يا اما محمد شريف او بيرسي تاو. اللي هيبدأ من الاتنين وهيسجل في مباراة إسترن هيضمن مكانه في المباراتين التانيين في نفس الجولة. اللاعب الثالث هو احمد عبد القادر. على الرغم من الاداء السيء لاحمد عبد القادر قدام الوداد، الا اننا في اللحظة دي بنستحضر الجملة الخالدة للكابتن فاروق جعفر ان الدوري غير الدولي. عبد القادر عامل اداء جيد مع الاهلي في الدوري الموسم الحالي، وممكن يسجل او يصنع في مباراة من الثلاث مباريات بتوع الاهلي في الجولة ال 22. تاني ماتش في الجولة ما بين سيراميكا وفاركو، وهنا ارشح لك تاخد محمد ابراهيم اللي بيقدم اداء كويس خاصة بعد تولي احمد سامي مهمة تدريب سيراميكا كليوباترا. لو عايز ترسك قدامك سيفيت كا، مدافع سيراميكا بيزيد في كل الكرات الثابتة ولحد دلوقتي جايب 3 اهداف. الاسماعيلي والمقاولين الفرقتين في وضع سيء جدا في ترتيب الجدول، الاسماعيلي في المركز ال 16 برصيد 18 نقطة، والمقاولين في المركز ال 15 بنفس عدد النقط 18 نقطة. فمن الاخر هيبقى ماتش لبش للفرقتين، وكل فرقة هتبقى خايفة تهاجم لانه مباراة مهمة جدا للفرقتين، فسيبك منه. طلائع الجيش وسموحة، طارق العشري بأمانة كده خانق كل فرق الدوري بطريقته الدفاعية، لكن للأمانة جايبة نتيجتها لحد دلوقتي. استلم الفريق في يناير بعد نهاية 8 جولات، كان ساعتها طلائع الجيش في المركز ال 16، دلوقتي طلائع الجيش في المركز السادس، وده طبعا بيعكس ان اداء الفريق ثابت بقاله كذا فترة، وتقدر تراهن على حد من لاعبته في الجولات اللي جاية. انا عن نفسي هختار في مركز حراسة المرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش، اكتر حارس مرمى في الدوري عامل كلين شيت بواقع 12 مباراة، وجايب لحد دلوقتي في الفانتازي في الدوري المصري 83 نقطة. وفي خط الهجوم عندك فيكتوري بنيانجبا، طارق العشري خلاص استقر انه بقى مهاجم الفريق وبقى يعتمد عليه في طريقة اللعب، ولحد دلوقتي مسجل 4 اهداف. اما بالنسبة لمباراة المصري والجونة، فبعد رحيل معين الشعباني وتولي حسام حسن تدريب المصري، فتوقع ان اداء المصري هيتحسن اكتر الفترات الجاية، لكن معرفش العميد ممكن يفاجئنا بايه. فخلينا في المضمون، وخلي عندك في خط النص الياس الجلاسي، وفي خط الدفاع هيثم العيوني. انبي وفيوتشر انصحكم تتفرجوا على المباراة دي لان الفرقتين في احسن حالاتهم دلوقتي، بس لو هرشح لكم حد من الفرقتين فاكيد عندك من انبي جون ايبوكا في خط الهجوم، ولو عايز تاخد حد من فيوتشر فعندك احمد عاطف عامل اداء رائع الموسم دوت، وطبعا احمد رفعت في خط النص. بس لو هتسألني انا مش هختار حد من الفرقتين لانه هيبقى ماتش صعب جدا، وهتفرج على الماتش وشكرا كده. وبالنسبه لماتش الاتحاد ومصر المقاصه فزيه زي ماتش الاسماعيلي والمقاولين، ما تختارش اي حد منهم، ولو عايز تختار ممكن تاخد خالد الغندور من الاتحاد السكندري. الماتش اللي بعده هيكون القمه ما بين الاهلي والزمالك. في بدايه الدريم تيم قلت لك انا هختار مين من الاهلي، اما بقى بالنسبه للزمالك فانا اكيد هختار بوب الفانتازي الموسم ده وهو احمد السيد زيزو. ولو عايز تختار لعيب تاني فيعني متاح قدامك بن شرقي. والمباراه التاسعه هتكون ما بين إسترن كومباني وبيراميدز، ودي ارشح لك منها ابراهيم عادل. واخر ماتشين في الجوله هيكونوا ما بين البنك الاهلي والزمالك، واخر مباراه في الجوله هتكون ما بين الاهلي وغزل المحله. وبكده تبقى انتهت مباريات الجوله ال 22 اللي من وجهه نظري دي اهم جوله في الفانتازي الموسم الحالي.